جديد يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا فيكم في زاويتنا الحواريه الاولى في الركن التغذيه اصبحت الامراض المزمنه المرتبطه بالتغذيه من الاسباب الرئيسيه للامراض المستعصيه والوفيات في معظم الدول العربيه ولقد كان الاعتقاد السائد ان هذه الامراض تنتشر عاده بين المجتمعات المتقدمه او الغنيه ولكن العديد من المؤشرات يبين ان انتشار الامراض المزمنه المرتبطه بالتغذيه اخذ في الازدياد في بعض المجتمعات الناميه وحتى بين الطبقات الفقيره من السكان ويرجع ذلك بصوره كبيره الى التغير السريع الذي حدث في انماط استهلاك الطعام والحياه. اكيد لحتى نحكي اكثر عن هذا الموضوع همام راح نستضيف مع بعض ونقول يسعد صباحك للدكتور عيسى دونا اهلا وسهلا فيك, يا أهل أهل فيك صباحك. صباحك دكتور صباح اهلا وسهلا فيكم المشاهدين. اهلا وسهلا فيك اكيد دكتور يعني للتغذيه دور كثير مهم للوقايه وللشفاء من الامراض وخصوصا الامراض المزمنه طبعاً. خلينا نحكي عن هذا الشيء بشكل مفهوم عام هلا المفهوم العام سبقونا القدماء فيه وقالوا انه المعده بيت الداء وهي بيت الدواء طبعاً. وبالتالي نحن العادات الغذائيه او النمط الغذائي له تاثير ببعض الامراض بشكل مباشر على المرض وفي امراض اخرى بشكل غير مباشر، ولكن بالنهايه التغذيه لها دور رئيسي في تطور بعض الامراض او تراجع بعض الامراض. <applause> فلهذا الاهتمام بالتغذيه السليمه عامل مهم جدا واللي هذا بنفقده في مجتمعنا بالتعامل مع التغذيه بشكل سليم. <تصفيق> 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 تماما. آه، طب دكتور خلينا نحكي بواقعنا المعاش. آه شو هي العادات الغذائية اللي ممكن تكون خاطئة اللي نحن بنتبعها خليني أخذ المقلب الآخر كمان إنه شو هي العادات الصحيحة اللي ممكن نحن أن يعني عم 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 نأكل فيها يوميا مشان نحافظ عليها مشان ما غيرها ضمن إطار حياتي هلا من العادات الغذائية الخاطئة اللي موجودة حاليا ومنتشرة بشكل كتير كبير وخاصة بين طبقة الأطفال واللي هي عامل مشكلة كتير كبيرة للمستقبل كوارث بدها تصير اللي هي التغذيه بالوجبات السريعه <applause> اللي هي عامل مؤثر جدا على زياده الوزن عند الاطفال العامل الثاني الشيبسات والشوكولا اللي بياخذها الطفل بشكل عشوائي وليس بشكل منظم العامل الثالث وهذا مهم جدا انخفاض النشاط الفيزيائي والحركي اللي بيلعب دور في حرق بعض المواد الغذائيه الموجوده او بتناول الانسان إضافة التوتر النفسي الموجود حاليا بتلاقيه بين المجتمع هالعوامل المجتمعة أدت أنه الإنسان في بعض الحالات ما يصير يأكل ليس لأنه جسده بحاجة لطعام انما فقط للمتعه تماما <applause> والفشه الخلق معصب متوتر بده يروح يفش هلا طالعه اكل جديده بده يجربها على الواتساب في نازلين منزلين اكل جديده يلا بدها تعملها الست وتجربها فهذا النمط الغذائي الخاطئ مع انعدام بدنا نقول النشاط الفيزيائي ادى لزياده الوزن بشكل كتير كبير وبمستوى بشريحه واسعه وهي الزياده بالوزن هي اللي بتاثر بشكل في بعض الامراض بشكل مباشر وفي بعض الامراض بشكل غير مباشر على الصحه العامه وهي احد الاسباب الامراض المزمنه يعني اذا نحن بنعمل نظره صغيره بسيطه بنلاقي الامراض المزمنه الاكثر شيوعا الامراض الشرايين والاوعيه الدمويه امراض المفاصل العمود الفقري طيب هذول كلهم مرتبطين بالشحوم والكوليسترول ومرتبطين بالحمل الزائد على العمود الفقري والمفاصل العوامل كلها هذه مرتبطه بالوزن الزائد والوزن الزائد يرتبط بالتغذيه صحيح. اكيد دائما يعني لازم يكون في عندنا نسب معينه لكل وجبه لازم ناكلها او ناخذها حتى يعني نسبه للدهون والبروتينات يلي لازم نتناولها يوميا جداً. يعني خلينا نحكي دكتور عن الحد الاعلى للدهون والبروتينات يلي ممكن نحن نتناولها بالنهار هلا في شغله هون مهمه بدنا ننتبه لها التوزيع اللي بنعمله بالنسبه للبروتين والدهون والنشويات ليس ثابت <applause> يختلف من مرحله عمريه لاخرى يختلف عند سيدي عادي عند سيده حامل، صح. يختلف شخص عنده مشكله مرضيه، شخص ما عنده مشكله حسب مرضيه. الحاجة. يعني. حسب الحاجه تماماً اذا حسب بنية بالضبط، البنيه وحسب المرحله العمريه، مرحله البلوغ تختلف عن مرحله الكهوله او مرحله الشيخوخه او مرحله الطفوله، فكل مرحله لها نسب، ولكن المتوسط العام عاده نحن المكون الاساسي لازم يكون البروتين اللي هو من 30 ل 35%، الدسم من 20 ل 25 ماكسيموم 30%، النشويات كذلك الامر وبتيجي وبتجي العناصر الاخرى اللي هي الخضار والفواكه والامور هذه بنسبه 5 ل 10% <applause> هذا التوازن هذا اللي احنا دائما بندور من عليه التوازن في النظام الغذائي يعني في كثير ناس بيقولوا انا بدي انزل وزني بيبطلوا نشويات وبيبطلوا دسم وبيبطلوا هذا من الاخطاء الشائعه جدا والمؤذيه للجسم دائما لازم يكون غذاء متوازن يحتوي كافه العناصر الغذائيه ما عندي اي عنصر مفقود لانه يعني لما بيفقد عنصر بياثر على الاستدباب الداخلي للجسم على التناغم تبع الجسم صح. ويسبب مشاكل مم. طيب خ... فيني بحكي ب... 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 بتفاصيل اكثر يوميه يعني دكتور مم. عن الكميات اللي حضرتك ذكرتها انه بالنسب المئويه يعني مثلا انا هلا ك... كمتابع انه صحيح بس كيف بدي اوزع على بوجباتي اليوميه بين الفطور والغداء والعشاء يعني هل تكفي تناولها لكميه البروتين على الغداء والعشاء انه خلص مشي حالي كيف ما كان هلا هل احنا... بس هيك تفاصيل تماما هلا نحن اهم شغله عندنا ال... الوجبه الرئيسيه عند الانسان لازم تكون الغداء والغداء لازم يحتوي على كافه العناصر يعني البروتين والدسم والفطور الافطار الـ للصحه الغداء الافطار ضروري في ناس بتقول ما بدي افطار لا الافطار ضروري لانه يعني الجسم خلال الليل فتره زمنيه ضروري لكن الاساسي هو الغداء, الغداء. الوجبه الاساسيه <applause> للانسان هي الغداء، الفطور ضروري مو انه نلغيه، <applause> بس ما هو الوجبه الرئيسيه يعني ما انا باخذ الكميه الكبيره او مثلا بدي اخذ حتما بروتين على الفطور، لا، اذا باخذه انا على الغداء البروتين لحاله اللي هو حاجتي اليوميه، خدت على الغداء بكفي. <applause> الفطار انا فيني استغله بعناصر اخرى اللي هي الحليب ومشتقاته، اللي هي ضرورية كالسيوم واللي اصلا فيها بروتين وفيها فيتامينات. العشاء فيني استغله بالخضار والفواكه اللي هي مهمه كمان لجسم الانسان لانه بتحتوي على كميه كبيره من الفيتامينات وبتحميه من موضوع فئر الدم اللي هو من المشاكل المزمنه اللي بيصادفها الانسان. فهالتوزيع هذا مهم جدا انه يكون الوجبه الرئيسيه الغداء، الوجبه الاساسيه الثانيه الفطور يفطر ما بصير يلغي، والعشاء لازم يتعشى. طبعا في بعض الملاحظات اللي لازم ينتبه لها منشان ما يزيد وزنه. بتوزيع الطعام بحيث نحن بال24 ساعة ياخد حاجته من البروتين دسم ومن النشويات ومن الخضار والفواكه التوزيع مثل ما حكينا الأساسي هو الغداء وهذا بيصير يركز على الشغلات الثانية بالفطور والعشاء هلا رح نحكي اكثر عن تعدد الوجبات يمكن في كثير امور شائعه في ناس بتقول لك انه لا خذ مثلا خمس وجبات بس بكميات قليله وفي ناس مثل ما حضرتك قلت انه لا في وجبه ثابته يعني ركز عليها ومن ثم انه نشوف الوجبات البقيه رح نبقى معك دكتور ورح نبقى مع مشاهدينا بعد فاصل صغير وبنرجع لكم من جديد يسعد صباحكم بدي ارجع رحب فيك دكتور اهلا وسهلا فيك أهلا بيكم دكتور يعني كنا بنحكي عن الوجبات والوجبه الرئيسيه م. طب خلينا نحكي يعني في بعض الناس العاملين في قطاعات حكوميه في قطاعات خاصه في عندهم ضغط عمل يعني ممكن ما يرجع على على بيته بوقت الغداء النظامي ووقت الافطار يمكن هو غير قادر على الـ على الـ يعني على الفطور لانه عنده توجه للعمل بساعات الصباح الباكره مثل هيك حياه ممكن تكون يوميه كيف ممكن صاحبه يعني يعوض اللي عم يفقدوا الضغط ما ي... ما يركز كل آه، كل يوم وبوجبه واحده قد تكون الساعه ستة او سبعة المساء كيف يعني ممكن وصلنا يعني, يعني هلا اذا بدنا نجي نحل هيك مشكله ما عنده غير حل واحد انه يستقيل من شغله <تصفيق> <تصفيق> فلا نحن دائما بنحبذ حتى لو كان الشخص ما يروح على عمله بوقت مبكر يعني قد ما يكون مبكر ما يروح على شغله الساعه 6:30 7 مثلا حتى لو كان بكير هيك لا يفطر قبل ما يروح ولو كان كاسة حليب ولو سمرتان فواكه نتفة نشويات شقفة خبز مع نطفة جبنة لبنة وبعدين يروح على شغله بالنسبة للدوام الطويل هو مثلا مضطر ما يرجع للبيت للساعة خمسة ستة وما نو قادر بالدوام يأكل بس ولكن مهما كان نوع العمل بإمكانه يحط بكيس صغير سمرة أو سمرتان فواكه بيسندوه ما بين الفطور والغداء بحيث بيمنعوا نقص السكر عنده بجسمه ما بقى بيحس بهالحاجه انه هو رايح على البيت ميت من الجوع بده ياكل فبياكل بشكل معتدل وبس يرجع من عمله بياكل اما اذا تم من الصبح ما انه فطره يعني هو نام الساعه 11 12 بالليل لتاني يوم للمساء لحتى اكل جسمه صار عنده نقص سكريات صار ما كان بلا بنزين فبده يرجع بده يضطر يعبي بنزين وبنزين ما في <applause> <applause> فبده يفول هلا لما بصير ياخد كميه كبيره لحتى يعوض النقص هون بيوقع بالمطب اللي هو بتبتدي المعده تتوسع وكل ما توسعت المعدة صار بده طعام أكثر لحتى نحس بالشبع صار عندي زيادة عن المحروق بالجسم وهون بيؤدي لزيادة الوزن فبدنا نحاول حسب الظروف قدر الامكان قادرين نحن نطلع بهالمشكله باقل الاضرار انه قبل ما اطلع مهما كان طلوعي بكير من البيت اني افطر قبل ما اطلع بين الفطور وبين رجعتي للبيت بالعمل موزي او تفاحه ما بتعيق ابدا اي عمل تسنده وبس يرجع بياكل بشكل معتدل مو انه هو جاي هلا ميت من الجوع يبلش ياكل بسرعه بياكل بسرعه لا ياكل ببطء على مهله بلا حاله مشي حاله ومشت الامور يعني في البعض بتناول الموزي او قبل الخروج من المنزل هذه ياخذ ياخذها كفطار كأفتار. لا ياخذ الفطار النظامي العادي يعني أه. هي سندويشه الجبنه شو تاخذ منه وقت هو رايح على السياره في ياكلها وهذا الموزه يعني او التفاحه يعني بس في كثير ناس يعني بيقولوا لك انه ما بنقدر ما في شهيه ابدا الصبح هلا هو حسب العاده تمام طيب هلا هو ما يحاول يحل مشكله عنده م. عنده وزن وبده بده يحل مشكله بده يتبع بده يغير النمط الغذائي الخاطئ عنده م. م. ما بده يقول, يقول انا ما فيني تماما ما بده يقول انا ما فيني لا بده يحاول يكسر هالعاده الخاطئه اللي بدي المشكلة فهو قادر اذا عنده الرغبه والاراده اذا المشكله مضايقته طبعا في يفطر شو المانع فهي الامور هو لازم تبقى اراده ذاتيه عند الشخص يهتم بصحته، اذا الواحد بده ينتبه بهالحياه، الشغل عمره ما بيخلص، المشاكل عمرها ما بتخلص، صح. بس الصحه بتخلص، فبدنا ننتبه للصحه مثل ما بننتبه للعمل وللشغل. اكيد. دكتور انت بتفطر الصباح؟ كل يوم اجباري. <applause> طيب، خلينا نحكي عن سوء التغذيه يلي بتسبب دائما للسمنه ويلي دائما إحنا يعني بننصح المشاهدين وبننصح كل رفقاتنا والناس اللي بنتعامل معهم انه السمنه هي اكثر شيء او اكثر امر بي بيسبب الامراض المزمنه تماما هلا نحن اذا بنطلع بنلاقي اداء السكري نمط اثنين المعت... الغير معتمد على الانسولين العامل الرئيسي الاول له هي زياده الوزن والعامل الثاني التوتر النفسي <applause> ارتفاع الشحوم والكوليسترول بالدم اللي هي بيأهب لتصلب الشرايين والعصيد الشريانيه وبصير عندنا تضيقات شريانيه بالاوعيه الاكليه السبب الاساسي له نمط غذائي خاطئ التهاب المفاصل والتنكس المفصلي وفتق النواة اللبية والدسك العامل الأساسي لألون زيادة الحمل على العمود الفقري اللي هو ناتج عن زيادة الوزن وبالتالي بيؤدي إلى هالمشاكل المرضية <applause> نقص الغذاء نحن وقت نقول سوء تغذية ليس يعني حتما هو زيادة في الغذاء إنما كمان نقص الغذاء ما في وارد غذائي جيد بيصير الشخص يعاني من نقص بعناصر مهمة بجسمه من ضمن الحديد والفيتامينات العامة هذا بأهب لفقر الدم واحيانا فقر الدم بيكون شديد يعيق الشخص عن القيام بوظائفه وبعمله <applause> كثير ناس مثلا بتقول انا ما باكل مشتقات الحليب واللبن والجبنه طيب هذا سيؤدي في النهايه الى ترقق ولا العزم والهشاشه العظميه اذا بنلاحظ انه في مجموعه كبيره من المشاكل المرضيه المزمنه مرتبطه بالنمط الغذائي الخاطئ <applause> فمهم جدا نحن نتعامل مع هالموضوع بأهمية بحيث أنه أنا أمن الجسم العناصر الضرورية لا زيادة ولا <تصفيق> نقصان <تصفيق> بحيث حقق المعادلة السليمة اللي هي بتهمنا الوارد للجسم متوازن يحتوي كافة العناصر الضرورية وهو يعادل ما نحرقه يوميا بأمن بهيك حالة ما عندي زيادة في الوارد ليزيد بالوزن ولا نقص في الوارد لينقص الوزن أو يعمل لي مشاكل في الأردام فإذا هاي النقطة اللي احنا لازم ننتبه لها هو التوازن ما بين الوارد وما بين المحروق لما منحقق هالمعادله منعيش بسلامي وصحه سليمه ما تماما صحيح. يعني خصوصا دكتور يعني نحن بنشوف كتير ناس صحتها منيحه م. بالرغم من هيك بيكون عندهم فقر دم وعوز حديد م. يعني هي اكبر دليل انه يعني في خلل تماما هلا انت السمنه ليست مرتبطه بانه واحد ما عنده فقر دم صح. مثال بسيط اكثر سبب بيؤدي لزياده الوزن تناول النشويات والدسه <applause> في اشخاص ما بتاكل بروتينات، ما بتاكل خضار وفواكه، نشويات ودسم هذا سيؤدي الى زيادة الوزن بشكل كثير كبير. طيب ما نحن المكون الاساسي للخضاب هو الحديد والفيتامينات البي 1 وبي 6 وبي 12. طيب هدول موجودين باللحم الاحمر، موجودين بالسمك، موجودين بالبروتينات، موجودين بالخضار والفواكه. هو ما ياكل هوديك الاصناف سيزيد الوزن، بس عنده فقر دم لأنه <applause> نقص حديد موجود عنده، نقص فيتامينات موجود عنده. وبالتالي بيعاني من فقر الدم الصورة اللي كانت سابقا انه بس يكون الولد حق الولد هيك معجعج وكذا انه صوته كويس لا ابدا ابدا بسلم. في مشاكل كثير بتنشا من صح. هيك موضوع لهذه بنرجع بنرجع للنقطة الأولى التوازن في الغذاء يعني يحتوي كافة العناصر الضرورية للجسم حتى هذه من الأخطاء الشائعة اللي بيوقعوا فيها ناس لما بدهم ينزلوا وزنهم بيبطلوا ياكلوا نهائيا نشويات ونهائيا دسم وبيقضوا ليها اياها شوية سلاطة وشوية فقر مشكلة <applause> مشاكل تساقط شعر وهبوط ضغط ونقص سكر ومليون مشكله فهي النقطة اللي احنا لازم نتعامل معها بأهمية والمشكلة للأسف إنه الوعي الغذائي، الصحي الغذائي بمجتمعنا مجتمعنا ضعيف، يعني بكتير من لحظة نحن قروا على الإنترنت معلومة معينة بيكونوا طبوا ثاني <applause> يوم طلعت معلومة معاكسة لها بيرجعوا بيطبقوها <applause> لا ما بيصير هالحكي، في شيء مع اسمه معهم هون عليهم عليهم تماماً فلا في امور كثير نحن لازم ننتبه لها وخاصه بالغذاء السليم يعني يمكن نحن ممكن يعني حضرتك موضوع المواقع الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي يعني بنقرا المعلومه بننسى نحن عم نطبق على ذاتنا يعني نطبق على صحتنا انه دوما اي شيء ما بحاول ابحث عن, إذا عن صح على هالمعلومه ولا خصوصا انه هو يعني مواقع الانترنت توصف بانها مصدر غير موثوق للمعلومه تماما بنحكي آه عن امراض الكلى المزمنه يعني هلا يعني المشكله دكتور انه نحن دوما بنوصل لمرحله مرضيه مزمنه لما بوصل للمرحله بصير فكر انه انا كيف بدي اعالج بدي بس للاسف يعني هذا واقع م. بالنسبه لامراض الكلى المزمنه انا شو النمط الغذائي اللي ممكن انا اتبعه لحتى خفف عالج تمام هلا المشكله نحن بموضوع الكليه لما بصير في عندي أذية في الكليه في بعض الازيات في الكليه غير عكوسه يعني هي حصلت حصلت ما عاد فينا نرجع 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 مم. الكليه لوظيفتها لوظيفتها الاساسيه بس هون بهمنا نحن نحافظ على الجزء المتبقي من الكليه على الوظيفه البقياني من الكليه ما تروح كمان تتفاقم وتتاذى وتصير عنا بلا كليه فاهم شيء بدنا ننتبه شو العناصر الغذائيه المؤذيه للكليه رقم واحد لبروتينات. البروتينات البروتينات متعبة للكلية فبنلاحظ الناس اللي بياكلوا بروتينات بشكل كتير كبير معرضين لارتفاع حمض البول في الدم حمض البول في الدم يؤدي الى ارتفاع بنسبة حصول الحصيات البولية في الكلية والحصيات البوليه ممكن تتركز في حوادة الكلي وتغلق الكلي كليا اثنين تخليص الجسم من البروتينات الزائده عن طريق الكلي عامل مجهد للكلي وبالتالي الكلي اذا ليست بعملها الجيد وبالتالي تصاب بأذيه اثنين الاملاح لما ناكل نحن ملح بشكل زائد في الجسم الاملاح في الجسم لما بتكون بشكل زائد يرتفع تركيز الصوديوم في الدم هذا بيؤدي الى ارتفاع الضغط الشرياني يؤدي الى حبس السوائل في الجسم فالكليه هون بدها تتعرض لعبء زائد للتخلص من هي الاملاح الزائده والسوائل الزائده بالجسم، وبالتالي نحن اذا الكليه بدل ما نخليها ما تشتغل مرتاحه صرنا ما نعملها او نخليها تشتغل بالطاقه القصوى، وبالتالي هذا خليه العمر عمر، وبالتالي تتاذى هالخليه، لبالتالي نحن لما بنهمل حالنا بهالامور هذه يؤدي الى مشاكل قد تؤدي الى قصور الكليه التام، وبالتالي نرجع بقى للغسيل او لزرع الكلى. فنحن بالوظيفه الكلويه لما بيكون في اذيه في عنا اهم شغله بدنا نخفف نسبه البروتينات بالجسم بتناولها بالنظام الغذائي تبعنا مشان ما نتعب الكليه ونخفف نسبه الاملاح ونكتر السوائل لحد معين في ناس بتقول له نكتروا سوائل مشان الكليه ببلش يشرب لك ست سبع م. لا ست سبع مي باليوم طب كمان هذا صار عبء زائد كمان صح او لا. متى ما في اشكال بالمتة بس السوائل ما من منزدة بشكل كتير كبير ولنقللها اضافة بدنا ننتبه على الاملاح في بيقول لك المريض انا ما بحط ملح على الاكل بس كل يوم بيطرق اربع خمس مكدوسات بكفوا هذا بدنا ننتبه غير المخللات غير <applause> المخلل غير الجبن المالحة ليس فقط الملح <applause> اللي <applause> بنرشه بدنا نشوف المواد الطعاميه اللي فيها املاح بحال ازيت الكليه بدنا ننتبه لها الأمور هذه مهمه جدا موضوع اللي بتناوله حد وبهارات كثير كمان هدت كثير متعبة للكلية في عوامل أخرى بتلعب دور في الكلية مثلا إذا الواحد متعود يشرب مشروب كحولي متعود كذا طيب هذا المشروب الكحولي صار في عنا عبء زائد على الكلية تصريف المحتوى السام اللي موجود آه بالدم فهذه كلها أعباء زائدة فاللي عنده مشكلة في الكلية بده يراعي بالنمط الغذائي موضوع البروتينات موضوع الاملاح بالجسم موضوع المشروبات الكحوليه موضوع الحد والبهارات هدول عوامل مهمه جدا اضافه في عندنا شيء مهم جدا نحن بالكليه بدنا ننتبه له بالكليه في غده تفرز هرمون اسمه إرسروبيوتين هذا الهرمون بحرد النخاع العظمي لانتاج الخضاب لما بصير في عندي انا نقص في تركيز الاكسجين في الدم بتتحرض هاي الماده لتتحرض النخاع يفرز لنا خضاب ويعوض النقص فنحن اذا كان في عنا ازيه بهالكلية او البنيه الكلويه وبالتالي هذا الهرمون ما عاد بينفرز بشكل نظامي وبالتالي يؤدي كمان لفقر دم فهي كلها بدنا ننتبه لها وخاصه الكليه من الاعضاء المهمه كثير في الجسم هي بتلعب دور في توازن السوائل والشوارد بالجسم تماما بننتقل يعني دكتور من م. مرضى الكلى لمرضى اللي كتير عم يعانوا من نقص فيتامين بي 12 تمام. وخصوصا بعد عمر ال 55 60 بيقولوا لك انه الجسم هلا يقال انه الجسم ما بقى عم ياخذ هذا الغذاء او ما عم ياخذ هذا الفيتامين م. من, الاغذيه هون شو الحل هلا الحل هو ياخذه عن طريق الغذاء اذا ما في عنده رغبه لتناول الغذاء هلا في ناس بدنا ننتبه الفيتامينات بي اجمالا متوفرة بشكل جيد في اللحوم والبروتينات وبالخضار والفواكه بس خاصة الخضار الورقية الخضراء <applause> مشكلة الخضار الورقية وحتى الفواكه إذا ما أخذناها طازجة ما بتستفاد ما بنستفيد من الفيتامينات اللي فيها بيقول لك طيب أنا باكل خضرة وباكل خاز ثم بس بيكونوا من يومان محوشينه ما بنستفيد من الفيتامينات فيه. هي معلومه كثير تماما يعني دائما الخضار الطازجه حتى نكهتها بتختلف صح. فهي الفيتامينات اللي فيها بيستفيد وقتها فيها الانسان لما ما عنده هي المصدر بدنا نلجا للطرق الدوائيه اللي هي نعطي نحن فيتامينات بي كومبلكس المتنوعه عن طريق الفم ويحبي واحد يوميا تكفي فهالامور هذه فينا نعوضها يا اما بالشكل الغذائي وهو الاسلم اكيد اسلم افضل من الشكل الدوائي بس اذا اضطرينا نضطر للشكل الدوائي الدوائي م. م. طيب خلينا نحكي عن يعني كونك اتيت على ذكر الخضروات والفواكه خلينا نحكي عن اهميه تناول الخضروات والفواكه تحدثنا عن اهميه البروتينات واللحوم الحمراء الخضار والفواكه يعني في كثير من الناس بتعتمد عليها بشكل يومي تمام. يعني الاعتماد عليها بشكل يومي هو شيء ايجابي شيء سلبي ام يجب ان يكون هناك فترات معينه لتناول كميات الخضار والفواكه يمكن احنا السلطه امتى ما حطيناها هناك دكتور تمام هلا هذي بالعكس هي شغله كثير ايجابيه تناول الخضار يوميا ضروري جدا بأي وقت؟ بأي وقت يتناول يعني مم. حتى هي أحد العوامل اللي احنا بنلجأ لها أنه شخص بين الوجبات يا أخي جاع بده يأكل بدل صح. ما يروح يلف له <applause> لا يأكل له صحن سلاطة يأكل له شوية خاز أول شيء أخذ فيتامينات ثاني شيء أخذ ألياف هالأوراق الخضراء فيها ألياف اللي لها دور كتير مهم بحركة الحوية للأمعاء بتجنب الإنسان الإمساك بتجنبه مشاكل كتير إضافة الفيتامينات الموجودة فيها كتير مهمة لنضارة البشرة لتأمين الفيتامينات ب اللي كنا منحكي عنها من شوي مشان تشكيل الخضاب بالجسم وبالتالي الخضار كتير مهمة اما الفواكه هون بدنا ننتبه هذا الخطا الشائع بعد. تمام الخطا الشائع بعد الغداء بعد العشاء ايه يفضل دائما بعد الغداء من ساعتين لثلاثه مثلا ناخذ لنا ثمرة فواكه بس في ناس من ساعتين لثلاثه من ساعتين <applause> لثلاثه <لتلاتين>. نحن <احنا> دغري <applause> الغداء دلوقتي. بعدين دغري فواكه ايه <applause> هلا نحن في شغله مهمه بدنا ننتبه لها الفواكه هي سكريات <applause> يعني سكريات تتحول في الجسم اذا زادت عن الحاجه لدسم بيحول الجسم بآليه كيميائيه وبالتالي زيادة تناول الفواكه هي من الأخطاء الشائعة بيقولوا لك بس تجوع كل فواكه لا خطأ بس نجوع بناكل خضرة مو فواكه أما الفواكه هلا إذا أخذنا بعد الغداء من ساعتين لثلاثة سمرة فواكه ممتاز المساء أخذنا سمرة أو تنتين ممتاز الصبح أخذنا سمرة فواكه ممتاز بس مو أنا مثلا افترض هلا من الفطور للغدا باخذ لي اربع خمس سمرات فواكه ومن الغدا للمساء اربع خمس سمرات فواكه ما بنعتبره سكر طبيعي وممكن يحترق يعني خلال النهار دكتور لحاله ما راح يحترق اذا <applause> 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 ما لعبت رياضه ونشاط ما راح يحترق آه، أوكي. وبالتالي بيتراكم بالجسم يعني هي معلومه ما حدا بينتبه لها يعني هلا البرتقان الوحده البرتقان الوحده 150 جرام فيها بحدود ال 75 إلى 80 سعره حراريه طيب اذا انت باليوم اخذت خمس برتقانات هي انت خدت ما يعادل انا بتفكر إن عم تزيد تمام هي كويس بهالناحيه بس ما <applause> تضر بالناحيه الثانيه اخذت خمس برتقالات انت عمليا اذا جمعنا السعرات تبعيتهم نحن اخذنا ريف خبز زياده من دون ما نحس على حالنا هذه هي من الاخطاء الشائعه ما بننتبه لها بالضبط فدائما خير الامور اوسطها أو لا نزيد ولا ننقص <applause> حتى يعني اذا عجبتك هال هالقطعه الفواكه حاجه واحدة يعني <applause> طيبه ما طيب شو هي الاغذيه دكتور يلي بتساعدنا بحرق الدهون او بتعطي سرعه بالحرق بالجسم هلا هي من المعلومات الخاطئه تمام إنه, انه في اغذيه ولا لا لازم حصرا حركه ورياضه انه هي اليه الحرق بالجسم الانسان هي مرتبطه بمجموعه من العوامل مه. مجموعه الهرمونات الموجوده بالجسم على راسها هرمونات الغده الدرقيه النشاط الفيزيائي اللي هو يحتاج الى طاقه فهذه عوامل مرتبطه بالحرق مه. فانا لما بيجي باكل اي طعام اي طعام كلته ما انه هذا الطعام هو, هو لحاله <applause> على الجسم وبيحرق لي الشحوم لا صح. ابدا في بعض المواد الطعامية بتقلل العناصر الغذائية المؤذية مثلا هلا في كتير ناس بيلجأوا الصبح بياخدوا كاسة مي فاترة وبيحطوا شوية خل <applause> الخل جيد من ناحية واحدة انه يقلل امتصاص الدسم من الامعاء ليمون الحامض نفس الامر يقلل امتصاص الدسم بس هو ابدا ما بيحرق اي شحوم مخزنه بالجسم بدنا ننتبه بعض العناصر الثانيه بيقول لك كله خدوا زنجبيل وقرفه معك المي الصبع ايه نحن نحفنا لا ما نحفته يا ابني انت الزنجبيل او القرفه حسنت حركه الامعاء فبيكون الانسان بطنه منفوخ لقدام متر حسنت حركه الامعاء طرد هالغازات طرد هالفضلات نفس هالبطن اي انت صغر الحجم بس ما نزلت انت وزن وزن لي الساعه موجوده تماما ما نزلت <applause> وزن مثل كيلو قطن كان منفوش ضغطته صار صغير حجمه بس تم كيلو صح فهي الامر من الاخطاء هلا في بعض بس كيلو غير كيلو حليب. تماما <applause> أكيد. بس في نقطه بدنا ننتبه لها هون هلا المواد هذه عند بعض الاشخاص ممكن تعمل اذيه يعني الناس اذا عنده شخص عنده التهاب جدار معدي طبعا واخذ نتفه صغيره خل مع المي السخنه يوم اثنين ثلاثه او ليمون حامض راح يصير التهاب معدي ممكن اهب لارحى الناس اللي عندهم تهيج كولون اذا بياخذوا الزنجبيل او القرفه بشكل متكرر بيرتاحوا الفتره الاولى بس بعدين بيتعبوا بعدين فدائما هيك النوعيات بدنا نستخدمها بدنا نستخدمها عند بعض الاشخاص بس بدنا ننبهه انه هي ليس لها دور في حرق اي شحوم مخزنه بالجسم او متكدسه بالجسم الحرق هو يرتبط بشغلتين حصرا يعني. النشاط الفيزيائي اللي بيعمله الانسان مع الافراز الجيد لهرمونات الغده الدرقيه هاي العاملين من المسؤولين عن الحرق عند الانسان هلا النشاط الفيزيائي بضمن لك بهالفتره نتيجه بس الغده لا ما في <applause> بنزين ولا مازوت كل العالم مشي ففي نشاط فيزيائي الحمد لله آه. دكتور على عجاله لو سمحت آه. لي بسؤال آه ب ب باختصاصك كاخصائي تغذيه شو ابرز المشكلات اللي ممكن تواجهها وتقوم بعلاجها آه حكينا عن كثير خلينا نحكي عن ابرزهم على عجاله هلا ابرز المشكلات المصادفه هي أن الشخص جاي بده ينحف حاله عنده بعد اسبوع مناسبه بده ينحف له خمس ست كليات باسبوع واحد <applause> ما انه <أم>. منطقي يعني <applause> <applause> بشوفها كثير عند السيدات عند <applause> السيدات حتى في بعض عن الشباب كمان بيكون بده يتجوز بعد شهر زمان بده ينحف متر لا الشيء الثاني بدهم النتائج السريعه النتائج السريعه لها مشاكل قد تؤدي في بعض الاحيان الى هبوط كلي وتسبب مشاكل في الكلي عمل جراحة اذا هبوط كلي الشغلات الثانية بيستخدم استخدام الأدوية بدون أدوية سريعة ويستخدموا أدوية مشان قواطع الشهية والأمور هذه هذه إلها مشاكل كثير على صحة الإنسان فهي من المشاكل المنصادفة الشيء الثاني بنصادفه وهو كتير شائع بينحف الإنسان تبع نظام غذائي سليم شاف حاله تمام فجأة ترك حاله لا ما بصير إذا رجعت مرة ثانية لنمط حياتك الخاطئ اللي كنت <تصحيح> عليه سابقا <تصحيح> بدك ترجع تصير <صحيح> لا في شيء اسمه تنظيم غذائي لازم <تصحيح> أي إنسان يلجا له لما بيوصل للوزن المثالي تثبيت وزن تثبيت وزن وتنظيم غذاء بحيث انه يضمن ما يرجع للنمط الخاطئ اللي كان عليه سابقا ويرجع وزنه يزيد تمام اهلا وسهلا فيك دكتور عيسى دونا نحن كثير سعيدين بوجودك لليوم ونورتنا اهلا بيهل بيهل سهلا فيك. أهل وسهلا فيك اهلا وسهلا فيكم جميل. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور عيسى وصدقا يعني المعلومات اللي حضرتك زودتنا فيها جدا رائعه شكرا جزيلا لك وعلى امل لقائك بقادم الايام ان شاء الله اهلا وسهلا